مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، يستمر حزب الوسط الإسلامي في عقد مهرجاناته الخطابية في مختلف محافظات المملكة، حيث نظم مهرجانا خطابيا حاشدا في مقر مرشح قائمة الوسط الإسلامي الدكتور زهاء الدين عبيدات في منطقة يبلى بلواء بني كنانة في محافظة إربد. أيها الحفل الكريم، لقد عادت الحياة البرلمانية في هذا العام بحلة جديدة وبقانون جديد. قد لا يلبي هذا القانون رغبات وتطلعات الأردنيين جميعا، ولكننا نعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح. وقد جاء في هذا القانون القوائم الوطنية التي ينتخب أعضاؤها على مستوى الوطن، وها نحن نلتئم اليوم في هذا المهرجان الخطابي الوطني في هذه البقعة من أردننا الحبيب لنؤازر وندعم في الانتخابات النيابية حزبا وطنيا بامتياز نذر نفسه لتوضيح صورة الإسلام السمحة بعد أن شابت هذه الصورة الجميلة للإسلام بعض الشوائب بالتطرف والعنف وغير ذلك. إنه حزب الوسط الإسلامي الذي اتخذ من الدين الإسلامي مرجعيته إيمانا منه بأن الإسلام دين البشرية جمعاء. مرشح قائمة الوسط الإسلامي الدكتور زهاء الدين عبيدات قال بدوره إن الشعارات التي رفعها الحزب الإسلام مرجعيتنا والأردن وطننا والإصلاح سبيلنا تهدف إلى بناء دولة مدنية تحافظ على مقدرات الوطن، مبينا أن مرشحي القائمة أقسموا على قول كلمة الحق مهما كانت النتائج. مرشحي قائمة الوسط الإسلامي، لماذا اخترنا كلمة الوسط الإسلامي؟ الوسط الإسلامي هو يعني الوسطية في العمل والاعتدال والتوازن في كل شيء، وأجمل ما في العقد واسطته. نحن ترشحنا لهذه الانتخابات لنكون سندا للوطن وسندا للمواطن، ننقل همومه ونتحدث عنها ونحل مشاكلهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن هذه مهمتنا. مرشح قائمة حزب الوسط الإسلامي دكتور زكريا شيخ ألقى كلمة أكد فيها أن البرنامج الانتخابي الذي يستند إليه الحزب جاء ليتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، وضمن استراتيجيات ورؤى جاءت لإنقاذ الوطن من الفساد والمفسدين. انطلقنا في رسالتنا ليس على نظام الفزعة وليس على نظام التهويل والتفخيم والتضخيم ولا على نظام التقزيم، بواقعية كاملة وبفهم عميق لديننا أولا ولاحتياجات ومتطلبات المرحلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبكافة النواحي. فنحن واقعيون، نعي تماما ما نقول ونعلم تماما ما نريد، فقد حققنا وقد حددنا الهدف ضمن استراتيجيات وآليات ورؤى نعلمها تماما، وهذه الاستراتيجيات جمعت جميعا ضمن برنامج انتخابي. هذا البرنامج الانتخابي لم يأتي بوريقة صغيرة أو يأتي جراء حلم حلمه أحد أعضاء حزب الوسط الإسلامي، ولكنه نتاج عصف ذهني حقيقي، نتاج حوار من الخبراء اجتمعوا وجلسوا جميعا ليخرجوا ببرنامج من أجل إنقاذ هذا الوطن. الدكتور الشيخ تطرق في كلمته إلى الأسس المتبعة في توزيع المعونات للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، مشيرا إلى وجود فساد يجب أن تفتح ملفاته تحت البرلمان، نظرا لوجود العديد من الأسر التي لا تستحق أن تتقاضى رواتب من الصندوق. بحثنا كثيرا في قضية المعونة الوطنية وصندوق المعونة الوطنية. هناك نوعان من الفساد الذي يجب أن يفتح تحت قبة البرلمان. أولا، هناك عدد من العائلات ومن الأسر التي لا تستحق أن تكون ضمن صندوق المعونة الوطنية، وتجدون بأن المحسوبية والواسطة
والقربة والعلاقات الشخصية تتحكم حتى الرشوة. البعض يقول لي من بعيد حتى الرشوة تتحكم باختيار منح المعونة الوطنية لهؤلاء. فهناك عدد كبير جدا من الأسر وهي تتلقى رواتب، لديها رواتب ولديها بعضهم عمارات من ملاكي المباني والعقارات ويتقاضون المعونة الوطنية. وألقى عدد من المتحدثين كلمات أكدوا فيها على ضرورة أن يمنح الناخب صوته للأصلح والأقدر على التعامل مع المرحلة المقبلة، والذي سيأخذ على عاتقه خدمة الوطن والمواطن.